داواي أوينا كا أو بصرة اللي مركبة إلا فيها كش خارج بيها بلا بصرة كلا عدم خارجها ما بلا مركبة إلا فيها كي خارج نبي بس أجوابه أو خصص صحيح نيا بلا موقف عليه أما جزي قليين بس تكبيرة شيا والله فالصواب ما أفاده بعض المحققين الصواب قصيه عندك لما حققنا كهر أصلنا قدما دلن بين وجودين من أن القدماء أنكروها قدما منشري بيننا وقالوا بأن النسبة التامة الخبرية في الموجبة الثبوت وفي السالبة الانتفاع دلنا أخي كابرا دل بابا نسبة التامة خبرية بينك اليوم استفادة دلنا أخو نسبة التامة خبرية وقوع الثبوت نيا نسبة التامة الخبرية ده مجيبه ده ثبوتة ده سالبه ده انتفاع ده ثبوت نسبة التامة الخبرية بين تدانيا انتفاش نسبة بين التامة الخبرية ده سالبه ده بين تدانيا جاء او ثبوت انتفاع جاري وهيا من حيث ذات خوان ملاحظة ذكرين خلية كيف يتواب نابية إلا أنهما قد يعتبران في نفسهما وباعتبار أنهما تعلقان بين الطرفين أو ثبوت انتفاء حد ذات خوان دا ملاحظة ذكرين ملاحظة أويناك كآية حصولي دقالة يا عدم حصولي دقالة هرد ذات خوان دا ملاحظة ذكرين اعتباري أو ذكرية كأو ثبوت بين مبتدا وخبر عن دايا أو انتفاء بين مبتدا وخبر عن دايا وقت فلا أصل بهما القلية قليان كفيد عنها بها أما وقد يعتبر معهما الحصول فقط زاري وهي هر حصولي دا قلد بها حال إبراهيم جاء حصولي دا قلبه جاء إما على سبيل الترديد وكد شكدا يا على سبيل الإزعان كما في التصديق دا بها تابد بوني قيام الزيد نالي او ثبوت واقعة ثبوت قيام الزيد انتفاء قيام الزيد او وقت قليل فيه فيدانا به اما وقت دو واقعة ثبوت قيام الزيد واقعة وده بيت قليل زالي وحصولي فقط عند قلد به زالي سرسبيل الترديد زالي سرسبيل ازعان زاري واشه لا حصول عند قلده بها دلائل ثبوت كحاصله يا الانتفاء كحاصله او ارتفع حينئذ او ارتفع اوان يكر لا حصول الثبوت حصول الانتفاء متلازم اخا اقى حصولك دقى الثبوت يبيع زاري واهي اكتن حصولي عند قلده بها زاري واهي لا حصولي عند قلده بها أقل لا حصول دقى الثبوت يبيع دبت حصول الانتفاع لا حصول الثبوت شو كان نفي دبت إثبات حصول الانتفاع أوج نفيه أوج دبت إثبات كما أن لا حصول الانتفاع وحصول الثبوت كذلك أو كفت لا حصول الانتفاع حصول الثبوت أوج تلازم يعني هيا دا أوا دقل يشيان هر حصول معتبرة دقل يشيان هل لا حصول معتبرة وقد يعتبر كل من الأمرين مع الثبوت وهي حصول لا حصول اعتبار دقل الثبوت يدكين دلائي حصول الثبوت لا حصول الثبوت حتى يصلا يا حصول دقل هردو كان دبو يا لا حصول دقل هردو كان دبو أو كرتي وهي دقل هردو كان هر حصول دبيا حالي بريمن اعتبار ذكر كل يجلد أمرنا كحصول لا حصول هذا قال ثبوتيا أو عينا لا حصول الثبوت كوقت بشوايا لا حصول الثبوت حصول الانتفاع لازم يعني ألف بعض القدماء التصديق بإدراش أن النسبة واقعة أو ليست بواقعتين أي إدراك أن الثبوت حاصل أو لا حاصل بعض القدماء كتو تعريفيان واكردوا بينين مستفادا كتو يعني تصديق إدراك أن النسبة واقعة تصديق إدراك أن النسبة ليست بواقعة
معناه أوي إدراش أن الثبوت حاصلنا أن الثبوت لا حاصلنا لاحظ فرمي أو مبني على الاعتبار الأخير أو ابن غير سر اعتبار أخيرا كهردك سجر زاري وهو حصولي فقد معتبر دبو زاري وهلا حصولي فقد دبو زاري وهو هردك دقى الثبوت يدبن جاء أو تعريف يبنى غير سر اعتبار أخيرا ككل من الأمرين دقى الثبوت يا حساب ذكريا ويظل أن الثبوت حاصل يا لا حاصل يدبن مبني على سر اعتبار خبير والتعبير باللازم والحصول واللا حصول عندهم خارج عن القرية ذيك أبراء دالاخ أو اخطيئة نالا حاصل ولا حاصل دو سوار الزهر فيدابو شنك تنالا السبوتك حاصلة يا سبوتك لا حاصلة دو سبوتك نسبة مشتركة كيدا بين مجيو سالي بيدا حصول ولا حصول خارج دبنا تامي خبرية أويش دلنا تامي خبرية هر ثبوت ولا ثبوت كنا ثبوت وانتفاع كنا أما بتحقق قضية حصول ولا حصول يدبن أو خارج لقضية كي وشرط تحقق قضية كيا جزء قضية نيا أما قضية كبابي بيدانا بيا ولا بأس في ذلك يسخر فيه شجدة ودانية قال أهل التحقيق إشارة إلى رصحان مسلم القدماء أخذت أهل تحقيق وتعريف كذلك أخذت خارج بالكلية يعني بشرتية وشطرية قوله عن الانفصال فكل من الوقوع واللا وقوع بناء على ما اشتهر من القدماء مشترك نفسي بين المعاني الثلاثة وقوع لا وقوع بناء لسر أقصي مشهورة كأوان منشر بين بيني بن وقوع لا وقوع مشترك دا بيني سي معنان دا وقوع دا بيني اتحاد واتصال وانفصال دا لا وقوع إج دا بيني عدم اتحاد وعدم اتصال وعدم انفصال دا أما بخلافهما على رأي الأخراء بخلاف وقوع لا وقوع كما سبي متأخرين معنان ليبديوا أو اختنابنا مشترش لفزي لأن كان مشترش معنوي فإن كل منهما مشترك معنوي على رأيهم كل لو أنا مشترش معنوينا لسر عقيدي متأخرين متنكي ولا تنعقد القضية ما لم يتعلق بهذه الأزلاء الثلاثة إدراكات أربعة قضية دانا مزريا حتى أوسي جزءانا كموضوع محمول نسبة تامي خبرية إلي دانا بصري حتى أوسي جزءانا تعلقنا بصري شوار إدراك دبيت شوار دفع بزان درين يشان مبتداكي تصور بكي تصوري محكوم عليه اسم قديم باسم مبتدا بيه جا تصوري بكي بكنه يا بوجه صادق عليه بعنوان الشيء الصدقي بسردابي ومصحيح للحكم عليه بترجي شواء اوان دي بناسي قابلي اوي بياتو بيك محكوم عليه او ادراشك تصوري محكوم به كيف كيف مثلا صلى الله زيد قائم تبي تصوري زيد بكي بعيني زيدي يا بوي انسان يا شيئا يا لاحكك تصوري محكوم به كيف كيف قيامة بعيني خويا بوسي اعام أويش كذلك أويش بوجه صادق وصحيح للحكم به يكشان وقوعك أي تصور بكي دم زبيدة تصوري وقوعك بكي دس علي بيدة تصوري لا وقوعك بكي وجو تصور نسبة تامة الخبرية تصور نسبة تامة خبرية كشف بكي أويش يا كنهن يا وسان أو سي تصور أو سي أنا في أو سي إدراك أنا تصور إدراك يعني نسبتك دو زال إدراشي دستستريا يك من حيث إنه وقوع قيامة بو زيد يا لا وقوع قيامة بو زيد يشك من حيث إنه مرجحتها كوفيدا لن ترجع إدراشي سؤال من هل هو نسبة تامة خبرية كي أو اختبع عنواني ترجح دادني وقوع بس لا وقوع يا ترجح دادني لا وقوع بس لا وقوع
ثم الإزعان بها إيش فارمين إزعان بنسبة تامة خبرية كي دا ترجح دادنشي جازمي بها يا غير جازمي بك غير جازمي بها في دلان ظن أقا جازميش بها يا ثابتي دبها يا غير ثابتي دبها أقا غير ثابت بو تقليدا أقا ثابتيش بو يا مطابق واقع يقينا يا غير مطابق واقع جهل مركبة أو قليا أو وقتي دي تزيه كتوار زار بزاندريا زاري في درش مبتدا كيف كي درش خبر كيف كي درش نسبة تامة خبرية كي وسيد راك أو سيد راك أنا تصورا إدراك شيء أوي عن نسبة تامة خبرية كي كأولا والله زاري كدي إدراك كردوها من حيث إنه نسبة بينهما زاري شيء إدراك إذا كي من حيث إنه وقوع ساتر لك نتو تعالى وقوعه يا لا وقوع ساتر لك نتو تعالى وقوعه ترجح إلى أشي بس لا أشي داد دزا وهذا الإزعان مشروط بهذه التصورات الثلاثة أو إدراك رابعك كفيدا لن إزعان فيشي لن تصدق أو مشروط بس يتصور كان فيشو أو إزعان ناتزيا حتى سيتصور كان فيشو نينزيا تصوري محكوم عليه ومحكوم به بنسبة تامة خبرية نلاحظ فرمي قرأنا وصل أولا ثم الإزعان بها من وكا يعني أي الإدراك الإزعاني إدراك شي شيء كفي دلن إدراك شي ترزح دادني يعني لا شي ترزح دادني بس لا شي دا كتي ثم أو كلمة ثم وتراخي رتبية يعني إزعانك رتبة كي لسي أول مؤخرة لأننا لازمناك زمانك مؤخر بها بناء على أن زاخ كبرى دلا ورط بكي مؤخرة شو كذا رأي إزعانك مشروطة سيدراك كاني في شو شرطا قانون وايا هم شرط بي مشروطي لدواء رط بي شرطية دبي دزنيج تبي زانيج دوا ذكرية نيج مشروطة بدزنيج رط بي شرطي مقدمة رط بي مشروطي مؤخرة زاد الله بناء على أن رتبة المشروطي متأخرة عن رتبة الشرطي ويسمى وتراخي رتبية سمك إزعانك مشروطة ورتبة مشروطي مؤخرة لرتبة الشرطية أدي كلمة السمي وتراخي زمانينية بلاي دبي دا أول روش دا أو سي أولها بن جادواء أو دوان بي أو وانية بو أقوائي لبكي سخرا فيغلو دا وإلا لم يطريد الكلام في الأوليات أقوائي لناكي أو قانون دا أوليات دا جيب جنابه شونك دا أوليات دا واهي دا يك زماني دا موضوع محمول نسبته هم ويقرا تصور ذكري لأن تأخر الإزعان عن التصورات الثلاثة فيها ليس بالزماني شونك تأخر إزعان دا قلائق دا بديهيات أولية دا تأخر كيب زماني بركو برتبية دا بعض الجغايش دا غير أوليات دا بلا هيا بزمان اجدبه أما دا أوليات دا بزمان نابه وإن كان تأخرها عنها في النظريات وبعض البديهيات بالزمان هرسن تأخري أو إزعانكي ملاحظ فرموي أو إدراك إزعانيكي تأخركي لا سيكاني ديكانا دا نظريات دا بعض البديهيات دا بزمانا أما دا أولياء دا حرب رتبية تفهم ذلك دا تولى بطالة دلان خدماء إنكاري نسبتي بين بيني عن كردوا بينجيني وكتي قصيش غلطة خدماء إنكاري نسبتي بين بيني عن نكردوا ملاحظة فرموين دليلش بيسي بطالة سندكم بي أوايا شمك قدماء واهية تعريف تصديقي بإدراك أن النسبة واقعة كردوة دا أن النسبة واقعة واقعة كتامة خبرية نسبتك بين بيني وعين النسبة بين بيني كد زاد أخرج دا كتي ولو سلم أخ ولو سلم يعني هذا ممنوع حالي دائما ولو سلم أقل شرطيشي بيش سلمينم أعواد به زاد الله أول سلم غلطة قد يقال اعتراض جيلي أبوهي
إن من قال بأن ما اشتهر باطل وفاسد مستدل أو كثي كذل قصي مشهور كذل متقدمين منشري بين بينينا أو ما اشتهر بطالة وغلطة دليل شمبيسي أو مشهورة غلطة وقوله إذ من القدماء يكتن إذ من القدماء من عرف التصديق أأوى دليل أو بطالة يعني كسر ادعابك بلا متقدمين بيان ونسبة بين بيننا قصك غلطة شمك قدماء وتعريف تصديق بإدراك أن النسبة كردوا دا أو إذ من القدماء أو دليلك يأتي جاء حالي بريمن جاء أو كرتي بعض كسيق أخي جوابي داوا كتي أو دلان تعبير بلازم كأنه هو جواب دي داتوا دلا قدما كتويان التصديق إدراك أن النسبة واقعتنا أو لازم كياتي دنا دا عقلي وان دا تصديق عبارة لبري إدراكي أن المحمول متحد مع الموضوعية نسبة بين بيني تدانية هذا لا محمول متحدة ذق الموضوعي يا محمول غير متحدة ذق الموضوعي أوقت أن المحمول أو دبيت إدراك محمولي موضوعك وإدراك موضوعي متحدونك نسبة ما خبرية بين بيني تدانية جاء ومن قال إن ذلك تعبير باللازم أو التوجيه إيدك ملاحظ فرموي ومانع منع أويدك قبل أو قصبة الله بسند أنه تعمير باللازم سند من عكش أوي دلبوية وغلطاتك وتعبير بلازم دنا قدما كز نسبة بين بين سازناك كدلان تصديق إدراك أن النسبة واقعتنا ولازمك يأتي دنا أقا حقتك يبلن دلان تصديق إدراك أن المحمول متحد مع الموضوعية ملاحظ فرموي ومنع السند جاء جوابه ولو سلم أو دبيت منع سندي حارب دائما تقول ومنع سندي منع سندي إيش قبولني ده كلام بيبقى آداب كتويتي منع بخوي وبسندي منع ناكري ومنع السندي كما تقرر غير مفيد منع سندي جوك دا علمي آداب دا كتلا وقبول ناكري أقواب فمنعه المشار إليه بقوله ولو سلم منع السند كذب ولو سلم أو منع السند كابلا موجهات كردوا أو منع غير موجهين أو منع مقبولني يعني بكل ذي قصك أو توجيه مسلمني فنقول الحكم بعدم الاتحاد ولو سلم أنه تعبير باللازم فنقول الحكم بعدم الاتحادية بعدم الاتصالية بعدم الانفصالي أخص البكاء حتما عدم تدايا دم وجبك يودا أو يبيد الله نسبة تامة خبرية كاتحاد واتصال وانفصالك دم وجبي دايا سالبك بيز جنبي عدم الشي تدايا حالي دزائد دعادك دلاءة حكم بعدم اتحاد دكي عدم اتحاد ببيت تصوري اتحاد دزناده بس اقواب اتحادك دبيت مشترك بين موجب وسالبين وبو نسبة بين بينه علي بريم بدون تصوري الاتحاد والاتصال والانفصال اقواب فيكون الاتحاد والاتصال والانفصال اوانا دبنا نسبة بين بينه وكتي أو داخل ذا كتي كسر وابلا أجا قدما منشري أو ابن بلا النسبة بين بينانيا أو أخو أقلا تعريف إذا كان ضلا نسبة تامة خبرية وقوع اتحاد وعدم اتحاده يا اتصال وعدم اتصاله يا انفصال وعدم انفصاله دعينا دا اتحاد وعدم اتحاد كش دا بين بينها الفيدام بس جوابه دا بيه توش اشتيش يبون نبري هلاتون اخو ساقا ساقيبو اذا كان ازع القلية نبات السوار اتسارش ان نبات السوار جا بين جيني جوابي دا داتوا دالله هروكو انقو متأخرين
بوك أجزاء الخلية إذا كانت شوارة دلان موضوع محمول أن النسبة واقعة أو لا واقعة أو هي نسبتك كبين بين يده دكان دهيا واقعة إجد موجبة ودى سالبي دهيا لا يك دى سالبي ده دبيا كدى موجبة كي دانيا دى جاء انقو بزياد كردني لاي أجزاء الخلية بونقو لابتا بيانت متأخرين إج أقبلان موضوعك متحدة دقى الموضوع محملك متحدة دقى الموضوع هي عدم متحدة بزياد كرني عدم يشي نعم نفسوان يعني أقب بزياد كرني لازمي متقدمين بي أجزاء الخلية دقى الموضوع بونقوش لازم ينقو دي دقى أجزاء الخلية بيجمن أتوقع أنكوش لا يشيد زيادتك حالي بريمن أقول كما لا يلزم المتأخرين من توقف الحكم بالله وقوعي على تصور الوقوعي وكل لستوي متأخرة أني لوراك حكم بوقوع توقفي بسط حكم بلا وقوع حكم بلا وقوع ببيت تصوري وقوع ناكريا ألا ورا لازمناك القول بوجود أمر آخر غير النسبة بين بينا قول بكن بوجود أمر شتر غير النسبة بين بيني أو هي نسبتك بين بينك مشتركة بل انشتيك ديش هي وقت بين بيني مشتركة كوقوعك يا مشترك بين الموجبة والسالبة هو الوقوع مشترك بين موجبة وسالبة دا حتى يكون ذلك الأمر نسبة أخرى بين بين أيضا حتى أبيش ببيت نسبة كي بين بين شون أول أسطوين قوانيا كذلك لا يلزم المتقدمين من توقف الحكم بعدم الاتحاد والاتصال والانفصال على تصور هذه الأمور الثلاثة القول بوجود النسبة بين بين لستوي متقدمين أني ألا وراء كذلا حكم بعدم اتحاد وبعدم اتصال وبعدم انفصال توقفي بسط وسط تصوري اتحاد واتصال وانفصالان ألا وراء لأن لازمنا قول بوجود نسبة بين بين بكن بلا يخ أو دلا نسبة بينها بينها يا توقت تشجدا كذلا نيا على تقدير إنكارهم حتى يلزمهم الوقوع فيما هربوا والإخلال بما أنكروا والكر على ما فروا حتى لأن لازم بلا أو توششتي شبون نبريها لاتونو إخلاليا بشتيش كدو كدفش دا إنكاريا كردو رجوعيا بردو بشتيش كلبريها لاتونو أو أنا لازم نعم حالي بدل جاكتي أوين لرا لازم نايا أبيش ملاحظ دفرموي اعتبار تصور حكم بوقوع لا وقوع توقف بسطوة وسر لا وقوعك أما أو توقف بسطوة وسر دركني نسبة بين بينا أما لورا لازمناك كنسبة بينا كما وقف عليه جزء إشبه يستاء العمى عدم البصري وقليك دا عمى توقف بسطوة وسر بصري خو عما ببي بصر ناز أدري أو موضوعات درش موضوع كي توقف توصل عدمي لو راك عدم وقف عليه مبتدأ كي لازم لك أزاي قضية بيه حالي خو أو عدم هيد أزاي قضياني متقدمين إيش كمجبور تصور نسبة بين بين بكن أنا ورا لازم لك بين بين جزء بيه ما موقف عليه بيه زا أوش جوابي دذاته طلا واصدك إلى وراء لازم نايا أما لكن ذلك التوقف ليس من شأن لكونها من الأجزاء أما متأخرين ككتيانا أو بين بين جزءات توقفك من شيء جزئية نيا ونيا بلا إلى بر توقفك كتبي عن دبة الجزاء بل المنشأ هو أنه بعد القول برك من شيء أو كذلا جزء أويا دلان أتو قول دكي بوجود النسبة بين بين لا يتصور القول بعد القول بوجود النسبة بين بين ما شاءك أو يضل أقتو إقرارت كذب بين بين أخ أو بين بين صفتي شهية ضل أو بين يا واقعة ثبوتك صفتي واقعة أتو قول بكي بلي صفتك صفتي بين بينك واقعنا جزء قليا
اما موصوفك جزئيا وشتيش زول غلطة اتو صفتي بك يا متوقف عليه بك يا جزء اما موصوف انك يا اولا بلوي بكردي اوك ادعى ذاك اندر النبي بين جزء بيه لبروين يوقف عليه لبروي الضلان او موصوفه وقوعك صفتيتي اتو دياني صفتي سقباب خيوي خيري لك يا جزء او موصوفك لا يدلى الوسطما او انك يا اوش شي غلط منشأكي أويا بل المنشأ هو أنه بعد القول بوجود النسبة بين لا يتصور القول بكون صفتها وما ورد عليها من الوقوع واللا وقوع جزءا صوريا للقضية دون نفسها خول بكي باويك نسبة بين هيا دخالش دا كوابلي تصورناك لبلي صفتي بينك كان تام خبريك يا او شتي دي تستر بينك كوقوع لا وقوع كان بلاي اوان جزء سوري وقليي اما خدي بينك جزئنيا موصوفك جزئنيا اما صفتك جزئيتي فانه لا يجوز العقل كون الصفة جزءا سوريا للشيء دون الموصوف عقل اوي بيدروزني الصفة جزء سوري بها كخيريا موصوف كذاته وبطاقته او جزء نبيه وإن زاز العكس يستعكسك دروستا موصوف جزء بها أما صفتك جزء نبيه أما صفتي بك جزء موصوفين كي أو غلطة وإن زاز العكس اللي على رأي القدماء قال رأي القدماء موصوفك دكاني وصفتك ناكاني أجد الله أدي فإنه لما أنكروا النسبة بين قدماء شو كذلا بين نيا وقالوا بأن النسبة التامة في الموجبات الثبوت مثلا وفي السالب الانتفاء كتو يعني نسبة تامة دا موجبات عند الثبوت ودا سالبان دا انتفاع وقالوا بكونها جزءا صوريا كتو يعني الثبوت انتفاعك او جزءا اما صفته شهية كدلي الثبوت حاصل الانتفاع حاصل صفتك ناكني موصفك كثبوت انتفايا أي كان يا ما صفتك بك حاصل وغير حاصل أبينا كان قالوا بكونها جزءا صوريا دون صفتها أني الحصول ولا حصول فإنه خارج عن الخلية وشرح لها عندهم أو حصول لا حصول لكن متقدمين داخل خليين ما شرط تحقق خليين شون كوان فيها ما بينانيا موضوع محمول ثبوت انتفاها يا ثبوت انتفاك كذا بنت عمي خبرية أما اشتيش ديش هيا كحاصلنا الثبوت حاصل الانتفاء حاصل أو حاصلنا صفة ثبوتك يا موصوفك إذا كان جزء أبيناك ثبوتك إناك بما اكتب بين الفريقين عدم وقوف عليه موضوعك يا دغلا واش خارج ولا خليه كيد بين هردو فريق كان ده بدون الاختلاف بينهم فرموي ولا تنعقد الخليه حمليه او شرطيه بها كتي ما لم يتعلق بهذه الازاي ثلاثه اربعه ذات شاركاني كنت ادراش موضوع محمول نسبتي تامه خبريات اوش دو ادراك اما ادراش بينين كنت ترك التعرض للإدراك المتعلق بالنسبة بين ما تنترش التعرض أو إدراك الكرد وكتعلق بالنسبة بين وهيا مع كونه شرطا لإنعقاد القلية دقال وجدرش نسبة بينك شرط إنعقاد قليايا وإن تعلق بما ليس بجزء منها با وكتوار إدراك كان دين بأوانهم إدراك متعلق بجزئنا أما هو إدراش متعلق بالشرطية بشتيشة كجزئنية كتير المحكوم الدرش نشان تصوري محكوم عليه ذا موضوعا أو مقدما شو موضوع بيه شو مقدم بيه جاء أقا موضوع بيه والمراد على الأولي تصور نفس المحكوم عليه أقا مبتدا بيه يعني تصوري خدي مبتدا كيف كي أما أقا مقدم بيه مقدم قليا
وعلى الثاني تصور أجزائه. مرال لساني تصوري مقدمي يعني تصوري أجزاء كان يبكي كمبتدا وخبر ونسبتك، وخذ عليه تصور المحكوم به محكوم به شروعه. قال بكنهه بوجه يعني جاب وسكة ذاتي بسعر ليبيا يا بكنه بزاني جا كنه حقيقي يا اعتباري يا اسمي شونك بوسين بوسكة يعني وسي ذاتي بسعر ليبيا يا در شبكي بكنه بعض اشتك موجودة كنه حقيقي هيا بعض اشتك معدومة كنه اعتباري هيا كنه اعتباره اسمها يا، وكذا الكلام في المحكوم به مبتداكش خبركش أرواها. أما أو مبتدا وخبر وجه كنيان هيا، وأما النسبة فليس لها إلا كنه اعتباري واسمي. أما نسبتك تشمك موجود خارجينيا أو هر كنه اعتباري واسمها يا كنه حقيقينيا لا ما تقدمه. صادق عليه تصوري محكوم عليه كبكي بوسي صادق.